الترابي زمان لما كان عنده علاقة مع السعودية كان بيقول شنو ده تناقض برضو رهيب جديد. كان بيقول المرة دي تبقى بعيد من الراجل وما يجوز يعايل ليها وما يجوز تعايل له وما يجوز الاختلاط ولا تلاقي الأنفاس ولا تلاقي الأجساد. لما انطلع برا من السلطة والدين والثروة قال ما في حاجة. والاثنين نجيب لك من الترابي يشهد على نفس الترابي. طيب ده هنا تناقض خطير جدا. الأولاد الأولادين محتالين كذابين دجالين جايين تعلمون دين. ده الكتابين ديل كتابين ظريفات وفيهم برضو ضلالات، لكن ما كان ضلالات زي الليلة. لسه الترابي كان بيخجل وبيستحي على نفسه وعلى شيبته وعلى سنونه المكسرة. وقت ده كان لسه بيخجل. قال شنو؟ ده كتاب المرأة بين الأصول والتقاليد، تعليف الترابي. أها الترابي قال شنو؟ قال ولا ينبغي. أها في الصفحة رقم 15 16 17 18 قال فلا يجوز الزنا ولا إفضاء الرجل إلى المرأة كما يقرر القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انتبهوا يا طلبة وافهموا هذا الكلام عشان الشعب البليد يعرف إنه طلاب كلية الهندسة أفهم منه ومن ملء الأرض من مثل هذا الشعب الملحد الدجال. قال والسنة كمان بيستدل بشنو يا جماعة الترابي؟ السنة. ومبارح ده قال شنو؟ قال شنو؟ قال السنة ما من شنو؟ ما من الدين. ده برضو تناقض. ترابي زمانك لما كان عنده علاقات مع السعودية كان بيستدل بالسنة من أجل جلب الريال السعودي. طيب الصفحة 15 قال فلا يجوز الزنا إلى آخر. والسنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. الحديث رواه مسلم وابو داود. قال الترابي ولا يجوز لرجل أو امرأة أن يخلو بمعزل عن مرأى الناس أو فتنة الجنس لا تغالب إلا بأن تلهي. طبعا الترابي ألفاظه ركيكة أنا قريت لك بالنص. لا تغالب إلا بأن تلهي عنها أغراض الخير العام. صفحة 15 صفحة 16 قال الترابي ولا ينبغي أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل باسترسال يزكي دواعي الفتنة بل ينبغي كف البصر متى وقع في النفس شيء كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الترابي ولا ينبغي أن يزدحم الرجال والنساء بحيث تتقارب الأنفاس والأجساد إلا لضرورة عملية كما في الحج. الترابي في الصفحة رقم 18 والأخيرة ولا تجوز أيما علاقة أو حالة بين الرجال والنساء تفتح ذريعة إلى الفتنة والصلة الجنسية غير المشروعة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده مش الترابي ولا واحد تاني ده برضو هنا بيقول نفس الكلام. نشوف الترابي موديل 2000 وحاجة قال شنو. أيوة زول وسخ. شوف قال شنو. مش ما قدرت أخش وأنا بخش فيك. مش ما قدرت أخش أنا بخش فيك الليلة يا شعبي. أها قال شنو. دي جريدة التيار العدد 1223 تحتوي على 16 صفحة الجمعة 23 يناير 2015. أها الترابي قال شنو. الترابي أول حاجة يجوز للمرأة تولي منصب رئيس الجمهورية ودي ما حيعينوا لها. كيف خطاب الرئيس البشير بتول محمد بتول تطلع فوق ما يشوفوها كيف يعني. انت بليد ولا شنو؟ لسه كلامه جايك لسه. اها تحت قال شنو. قال ووجه الترابي انتقادات لاذعة لنظام الكوتا بين قوسين كاتبين عرف لنا الكوتا وهي فصل النساء عن الرجال. قال يفصل النساء عن الرجال. قال ده كلام باطل ووجه له انتقادات قال لك لاذعة. اها قال شنو بعد ذاك. وقال ينبغي ان تكون في قائمة واحدة المرأة والراجل كله سوا سوا. اها قائمة واحدة. وزاد شرحا بقوله
إذا كنا نريد أن نكون أن تكون المرأة تمثل الثلث فلنكتب رجل رجل امرأة، وإن كنا نريد أن تمثل النصف بيستخيف طبعا أنتم من آية الميراث أن تمثل النصف فلنكتب رجل امرأة. وقال الترابي لا مانع أن تكون المرأة رئيسا للجمهورية، وأضاف طبعا الدين يسمح بذلك. وقال الترابي إن صعود المرأة لأعلى المستويات فيه شيء من الصعوبة نظرا للأعراف والتقاليد، يقصد بها الإسلام، التي يضج بها المجتمع، ولكنه قال إن على المرأة أن تجاهد حتى تنال نصيبها. وقال إن الناس تخاف من حديث ديل سيقاهم مرة ساكت، وطالب النساء بالدخول إلى المعارضة حتى يكون سواء مع النظام، مشيرا إلى أنه عند بدايات الحركة كانوا رجالا فقط، مما اضطرهم للبحث في الجامعات وبين الزميلات. يا جماعة زول ده دجال ولا ما دجال؟ لسه يا دوب بدينا. أمسك